وفقاً لمقاييس شارت بورد، تم تجميع قائمة أفضل 10 مغنيات عرب لعام 2022 ضمن إحصائيات، حيث حصدت المغنية اللبنانية إليسا المرتبة 10 على حسب إحصائيات شارت بورد لأفضل 10 مغنيات عرب لعام 2022. ويذكر أنه إليسا من أم سورية واشتهرت بالعالم العربي بأواخر عام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب وتصدر المرتبة الأولى لمدة 8 أسابيع. ومن بين الأعمال الشهيرة مؤخرا للفنانة ديو بين وبين المغني المغربي سعد المجرد من أول دقيقة اللي حاز على تفاعل كبير من قبل الجمهور. وبالمرتبة التاسعة كانت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم اللي حصدت الكثير من النجاحات خلال مسيرتها الفنية وأقامت العديد من الحفلات الكبيرة بالبلدان العربية كافة، ومن أغانيها سحرني، ملعون أبو العشق، حكم القاضي وغيرها من الأغاني الشهيرة. أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب المغنية الإماراتية أحلام الشمسي الملقبة بالملكة، حيث لقب المغني السعودي محمد عبده بلقب فنانة الخليج، وتعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات بالوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت بتونس وذلك بمهرجان قرطاج الدولي، كما شاركت بالغناء بفلسطين لمرتين بمهرجانات رام الله وبيرزيت. من أعمال المغنية وش ذكرك أمجادنا ومثير. أما سيرين عبد النور فقد احتلت المرتبة السابعة حسب تشارت بورد، وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية. اشتهرت بالعالم العربي بعد إصدار ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004، بينما كان دخول مجال عرض الأزياء الباب اللي قاد للتمثيل والنجاح، وقد حققت العديد من النجاحات بمجال التمثيل ولا سيما دور البطولة بمسلسل الهيبة مع النجم السوري تيم حسن. وكانت المرتبة السادسة من نصيب المغنية نانسي نبيل عجرم، وهي مغنية لبنانية حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية. اشتهرت بأغانيها المصورة البلاتينية وشكلت ثنائي مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي بأغاني اشتهرت على الصعيد العربي مثل أخصمك آه، يا سلام، آه ونص، يا طبطب، يا دلع، ولقت اغنيتها احساس جديد استحسان الجماهير. وبالمرتبة الخامسة اجت المغنية اللبنانية نوال الزغبي اللي بتحمل الجنسية الكندية والملقبة بالنجمة الذهبية، وتعد واحدة من اشهر المغنيات اللبنانيات بالعالم العربي، حيث قدمت الكثير من الاغاني الشهيرة منها اغلى الحبايب، عمل معروف، الجمال لناسه وغيرهم. أما المركز الرابع فقد كان من نصيب الديفا، فهيفا وهبي بجمالها الصارخ وأنوثتها استطاعت تحقيق العديد من النجاحات على مدار السنين. يذكر أنه هيفا وهبي هي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات، أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب، ومن أشهر أغنيتها أغنية ولد اللي ومضى على إصدارها القليل من الأيام إلا أنها تصدرت لترند. واحتلت المرتبة الثالثة المغنية اليمنية الإماراتية بلقيس، وهي بنت المغني اليمني أحمد فتحي اللي طرحت أول أعمالها الغنائية معه عام 2004، ومن بعض الأغاني اللي قدمتها صبرة، دبلوماسي، جبار وغيرها من الأغاني المتنوعة. أما بالمركز الثاني فمن نصيب المغنية والفنانة الاستعراضية ميريام فارس المعروفة بجمهورها اللي ما بينحصر بلبنان فقط بل من الدرجة الأولى العالم العربي، وقد اشتهرت بأغاني عديدة كأنا والشوق وحقلق راحتك ومكان وين وإيه اللي بيحصل وكيفك أنت وغيرها، خصوصا الأغاني المصورة اللي بتحتوي المشاهد الاستعراضية، إضافة إلى أغنيتها الشهيرة قومي اللي تخطت عدد مشاهداتها عدد سكان الكرة الأرضية. فقد أعلنت شركة تيك توك العالمية عن الأرقام اللي حصدتها أغنية قومي لملكة المسرح ميريام فارس حتى الآن بنشر فيديو عبر صفحتها الخاصة عن عدد المشاهدات لأغنية قومي اللي حصدت 8.4 مليار مشاهدة وما فوق.
أما بالحديث عن المرتبة الأولى عن أفضل 10 مغنيات عرب لعام 2022، فنحن بنتحدث عن المغنية والممثلة وعارضة الأزياء ومقدمة البرامج النجمة مايا دياب. بغضون ذلك بنذكر أنه مايا هي عضو سابق بفرقة فور كاتس، وقامت بالعديد من الأفلام الناجحة، نذكر منها فيلم أسد وأربع قطط. ومن الأغاني اللي قدمتها الفنانة يا قاطفين العنب، أكثر شوية، ليلية، وغيرها من الأغاني الناجحة.